من الأشياء الجميلة في يوم اليوم أني ألتقي بالصديق والأستاذ فيصل الفرج، مدرب حياة نقولها، نعم. مدرب حياة ولا لايف كوتش؟ هم يدلعونها لايف كوتش يعني، مزبطينها الفترة. ممكن حياة عجبتني، نعم. ممكن حياة. قبل ما ندخل في الموضوع خلني أفاجئك بدل هذا، وش المقصود بممكن حياة؟ كيف ممكن حياة؟ طبعا في الأصل الإنسان عنده مواهب وعنده قدرات وعنده عنده أشياء كثيرة في الحياة يقدر يسويها، لكن يغيب عنها الطريق اللي ممكن أنه يناسبه. التمكين أنك توجه هذا الإنسان وتسقل هذه المهارات بطريقة معينة، ويعرف هو وين الطريق الصح اللي ممكن يكون له، مستكشف من خلاله. نقدر نقول مستكشف يعني. في هذا تخصص آخر يعني، لو طلعت الحين أنا وياك ورحنا قعدنا في غرفة أقول لك يلا أفضل ما فيني، ممكن، ليش لا، خاصة إذا كان عندك الرغبة هذه الملحة أنك تبحث عن الأشياء اللي أنت مبدع فيها وتحبها وتقدر أنك تكون مميز فيها. طب يكون لماح ويعرف ويبان يعني، أكيد يعني أنت حين إذا جلس معه تقول هذا بقى يبان أكيد فيه كذا مع الوقت ومع الخبرة ومع التجارب الواحد يتطور، حتى الكوتش يتطور ويصير يعرف أن هذا بيجي من هذا، عنده قدرات معينة هذا. ونلاحظه كثير في الحياة، في ناس تشوفهم في حياتك وتقول مفترض هذول وصلوا إلى إنجازات عالية جدا. يعني هذا صراحة تخصص جميل ومرة عجبني صراحة، ودي أني أقرأ عنه وتعمق معه، وودنا نسوي حلقة أنا وياك عن هذا الموضوع. طيب نبدأ في حلقتنا اليوم. يعني أول شيء أنا ممكن رحبت بك قبل الهواء، ما رحب لك عبر الهواء قدام الناس، يعني من الناس اللطيفين اللي دائما رأيهم يكون مميز في برنامج جدة حياتك، الأستاذ فيصل الفرج مدرب حياة. الاختلاف بألفة، احنا يعني انا ودي صراحة الموضوع جدا عميق وكبير، كيف احنا نقدر نختلف؟ يعني دائما احنا قلنا اختلاف، كل الناس تسمعنا تحسب ان اختلاف يعني هواش، نعم، وممكن يكون اختلاف في الرأي، اختلاف في اسلوب حياة، نعم، اختلاف في التعاطي مع المشاكل او الاحداث اليوميه اللي قاعد تصير معنا. باخذ منك تعريف مبسط للاختلاف بين البشر واسباب الاختلاف اللي يكون دائما. طبعا في فرق ما بين الاختلاف وتعريف بعض الناس للخلاف، لكن خلينا في الاختلاف. خلاف واختلاف، نعم. في فرق بينهم، في فرق بشكل ايجابي وسلبي تقريبا، ما ناخذها بشكل ايجابي لكن بشكل معرفي يعني، خلينا ناخذها بشكل معرفي. طبعا الاختلاف في العادة هو التباين الكبير في وجهات النظر. يعني أحيانا في بعض المرات تكون الوجهات النظر مو قريبة بس أو بعيدة، لا تكون بعيدة مرة، فينشأ هذا توصل للتضاد برضو ممكن، يعني ممكن، لكن لما نشوف إن في اختلاف في وجهات النظر أحيانا يمكن نأخذها بشكل إيجابي، يعني معناته أن جالسين كلنا في مكان واحد، في دوام واحد أو في عائلة واحدة، بس فيها شيء جميل، وشو؟ إن هذا المكان مكان تفاعلي، يعني فيه تفاعل، أخذ وعطاء، نعم، مدام فيه حب للإنجاز، حب للعمل أو حب للتطوير، أو كانوا مثلا الناس في أسرتهم أخوان أو أب وأم مع عياله، إذا اختلافهم أحيانا دليل إن عندهم شيء قاعدين يسوونه أو شيء قاعدين يبون يغيرونه أو شيء قاعدين يطورونه، وهذا بالعكس يعتبر ظاهرة صحية، ظاهرة صحية إذا إحنا عرفنا إن هذا الاختلاف هو بسبب إن عندنا أنماط فكرية مختلفة عطت نتائج معينة لهذا الموضوع تحديدا. أنا ما مثلا واحد يقول أنا ما ودي أسافر الصيف، الثاني يقول لا نبي نسافر لأنه في كذا، الثالث يقول لا خلينا نجلس. ما دام في تفاعل في البيت، ما دام في موضوع يتناقشون فيه، معناته في وجهات نظر وكل واحد قاعد يبين هذه الفكرة اللي عنده. طيب خلينا نقسمها أستاذ فيصل إلى ثلاث أقسام. إذا قلنا أن هي أول شيء قرارات قد نختلف فيها، آراء ممكن نختلف فيها، وجهات نظر نختلف فيها، تمام، يعني عندنا ثلاث محاور رئيسية اللي هي ممكن يكمن الخلاف فيها. خلنا نناقش أنا وياك يعني نقطة نقطة نقطة. الاختلاف في القرارات هذا كيف يكون التعاطي فيه بدون ما نوصل إلى خلاف، خصوصا إذا ما تكلمنا عن زوجين، أب وابنة في اتخاذ بعض القرارات المصيرية والحياتية، كيف احنا يكون التعاطي مع مثل هذه الأمور؟ طبعا أول شيء إذا احنا حابين يوصل إلى مرحلة خلاف، لابد أن نؤمن أن كل إنسان عنده وجهة نظر،
صحيح. وإن وجهة نظرك لا تؤثر على فكرتي أنا. فلاحظ الاختلاف الكبير أحيانا يكون بين الناس إذا دخلت ما تسمى بالأنا، يعني لما الكياني النرجسية والحضور الذاتي، إذا مثلا بديت أحاول الموضوع على أنك أنت قاعد تسيء لي أنا، يعني وجهة نظرك أو قرارك أو الشيء اللي أنت قاعد تبي تتخذه قاعد يعني يؤثر في عمقي وفي ذاتي وفي تقديري لذاتي، هنا تبدأ عاد الموضوع يتحول. لكن الكلام اللي قلته جميل، اللي قلته أن في اختلاف أحيانا، نعم في اختلافات متنوعة، يعني مثلا في اختلاف على مستوى الفكرة، يعني أنا وأنت ممكن نختلف على مستوى الفكرة، لكن المشكلة وين؟ إذا تطور هذا الخلاف صار على مستوى المشاعر، يعني بديت أنا أحس بمشاعر غير جيدة تجاهك، أو أنت بديت تحس مشاعر غير كره جيدة، انتقام زي كذا، بدينا نفهمها إيه. وهذه الإشكالية، يعني دائما يقولون يعني اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية وكذا، وهذا يشف للود. يعني هذا الشعار أحس أنه يعني شعار مطاط كبير، يعني قليل ما يستخدم، يعني دائما احنا نسمع، يعني أنا قبل فترة شفت زي النكتة أن بداية هذا أحترم رأيك، وذاك يقول أنا أحترم رأيك، في النهاية أنت ما تفهم وأنت غبي وأنت يعني هذه نهاية النقاش دائما يكون بدأوا يدخلون في موضوع ثاني اللي موضوع أن رأيك أصلا مو رأي في الموضوع، أنت رأي في ذاتي، وهذه أيضا من الأشياء، يعني بالعربي شخصنتها، وهذه أحيانا إحنا نفهمها ونشوفها من خلال النقاش. يعني أنا خلني أفترض أني دخلت نقاش مع واحد، في فرق ما بين واحد يسمع كلامي عشان ينتظر وقته في الدخول في الحديث، وما بين واحد لا قاعد ينصت لما أقول لعله يستفيد. صحيح. يعني الحين قدامي أنا واحد وأنا قاعد أنصت، قلت والله يا أخي ممكن كلامه صح، ممكن وجهة نظره صحيحة، وقاعد أنصت له أنا، وأنا أنصت وممكن أغير وجهة نظري حاليا، يعني ممكن أقول كلامك سليم، لكن إذا صرت أنا بس فقط قاعد يعني حاول أفرض بالجملة المطاطية ذي وقاعد أنتظر بس وقتي علشان أهجم عليه، هنا مو به، هذا مو نقاش، هذا بالعكس، هذه قفل، يعني هذه كأنهم في حلبة مصارعة. طيب هذا بشأن القرارات، راح نتكلم عن الآراء ووجهات النظر، لكن بذكر مستمعينا بس بأرقام التواصل 011-5-11-20-30، مستمعينا كيف تشوفون الخلاف في الآراء، وكيف احنا يعني نطور ثقافتنا في اختلافنا بالآراء بدون ما نوصل الى مرحلة الكره، او مرحلة ان الواحد يتصيد على الثاني، او الواحد يكره الرأي الثاني، او يقلل من رأيه بشكل مباشر وغير مباشر. 011-5-11-20-30. صفر واحد واحد خمسة واحد واحد عشرين ثلاثين هاتف البرنامج. أكيد أيضا مستمعينا يعني حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا وهيب الدخيل، وحسابات إذاعة MBC FM، وأيضا حساب الأستاذ فيصل الفرج، مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد اللي حاب إنه يسأل سؤال ومع حفظ كامل الخصوصية، أكيد أسئلتكم راح نقولها على الهواء ونتناقش فيها ونجاوبكم عنها في موضوعنا اليوم اللي هو ثقافة الاختلاف بألفة. أستاذ فيصل، تكلمنا عن الاختلاف في القرارات، قرارات كثير ممكن أن نختلف فيها، لكن دائما احنا نقول ان القرار يرجع لصاحب الشأن بشكل مرة كبير، يعني ما ينفع أن نجبر البنت تتزوج هذا الرجل، ما ينفع أن نجبر الولد أن يدخل هذا التخصص أو أن يعمل في هذا المجال زي أبوه وزي جده وزي العالم، هذا براحته. كيف احنا نشوف نخلي الموضوع مرن اجتماعيا في حال اتخاذ قرارات من هذا النوع؟ طبعا احنا يعني خلينا نتكلم بواقعية، في عندنا يعني ناس تجبر، وهذا واقع. نعم. تكلم يصير اكيد يصير، لكن هذه مرحلة من مراحل ادراكنا للحياة. وشلون؟ لابد ان نؤمن ان كل انسان هو المسؤول عن حياته، هو المسؤول عن قراراته، هو المسؤول عن يعني عن مسؤول عن الأشياء المفترض أنه يقررها، هو يقررها صح أو خطأ أو صحيح. أو يقدم عليها أو لا، لكن إحنا لازم نعرف أدوارنا. يعني في فرق لما أنا أعرف دوري، كلنا دور في هذا الموضوع. نعم. دوري موجه، والله يا بنتي المفترض أنه يصير كذا، أو والله يا أخوي
أو زميلي إذا طلب مني استشارة معينة. لكن أحيانا تكون الاختلافات مثل ما ذكرت أنت أنه ممكن نتدخل في أشياء ما هي من مسؤولياتنا العميقة. يعني مثلا ابنك يبغى يدخل مثلا الكلية الفلانية والعائلة تجبرها إلا يدخل التخصص الفلاني. هذا طبعا هذا بيكون في حدث في الخلاف. لكن في شيء أيضا أهم في موضوع الاختلاف، في خلافات ممكن نقسمها نوعين. في الاختلاف اللي يسمونه الاختلاف الظاهر والاختلاف المخفي. وهذه مشكلة لي. شلون يعني؟ لاحظ مثلا بعض الأسر، بعض الأسر عوائل، عائلة واحد وزوجته وعياله وعايشين سنين طويلة، في أسر يصير خلافات بينهم ظاهرة أو في الدوام. خلاف ظاهر، والله يا جماعة الخير أنا عندي وجهة نظر كذا، لا والله مفترض ما نسوي كذا، ترى اللي تسوونه مو بعجبني ولا عجبني. وهذه بالعكس، هذا الاختلافات ترى هذا ندوره جميل ده. هذا يطول. لكن الاختلافات اللي غير واضحة، اللي يكون طرف من الأطراف ساكت ما يبين وجهة نظره، وش يضمر هذا في داخله؟ في العادة، في العادة الساكت هذا يكون في العادة خايف. مثلا واحد خايف والله يقول لأخوه ترى أن الموضوع هذا ما يصلح، أو يقول مثلا مديرة في العمل والله أنا ما لو غيرنا هذا أفضل. وهنا هذا الشيء، وهذه الخلافات اللي تصير، الخلافات غير الظاهرة هي اللي تعطينا مشاكل في المستقبل. بعكس مثل ما ذكرنا بداية الحلقة اللي هو البيئة التفاعلية. يعني الخلافات أحيانا لما تصير، أو الاختلافات عفوا لما تصير في بيئة، أحيانا تقول هذه بيئة تفاعلية، معناته أني أنا عندي وجهة نظر وأنت عندك وجهة نظر، وأنا ماني خايف إني أقول وجهة نظري وأنت ما أنت خايف إنك تقول. هذا أكيد يعطي مستوى للتعاطي مع الأمور، يكون راقي جدا. بالضبط. وهذا بالعكس يطور مكان العمل، يطور الأسر، يطور الحياة ما بين الزوجين، يخليها. لكن المشكلة لما يكون واحد من الأطراف عنده خلاف عميق غير ظاهر يبين، لما يزول هذا الشيء للأسف، هذا طبعا يؤدي يزول اللي هو الخوف أو الكذا، يؤدي إلى التعنصر للرأي ولا خلاف. نعم. ذاك. طيب أنا تسمح لي ناخذ اتصال، أنا في عندي اتصالات والله كثير. ألو مرحبا. ألو. ألو. ألو سهلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تعرفنا باسمك سيدي؟ عبد الرحمن الله. أهلا يا عبد الرحمن، ترفع لي صوتك بس يا عبد الرحمن الله يرضى عليك. تمشي الرأي. تفضل يا عبد الرحمن. انا بس عن العمر، لان العمر ما واضح للحين. شلون العمر كبير ولا صغير ولا كم؟ ايه كما الحد، يعني يعني الدخول الأكاديمية و يعني الحد العمر كبير كذا وكذا. والله سؤالك ما هو واضح أخوي سيد الكريم. أنا أقول لك أسأل عن العمر، يعني كم العمر يعني في الأكاديمية اللي طارحينها. طيب شكرا لك عزيزي، صراحة يعني ما حاولت أني أفهم السؤال، لكن أذكركم مستمعين بأرقام التواصل 011-5-11-20-30. أكيد مستمعينا حديثنا اليوم عن اختلاف، ثقافة الاختلاف بألفة. طيب أستاذ فيصل، الناس اللي قد تكون مختلفة واختلاف ظاهري لكن يوصل إلى مرحلة الإقناع، تحس أن الموضوع مجدي أني أوصل لمرحلة أنا وياك مختلفين بقضية، لكن أنا وضحت لك وجهة نظري وأنت وضحت لي وجهة نظرك، لكن أنا قاعد أحاول أجبرك أنك تعترف بصحة ما أنا عليه وتخطي نفسك. لا أكيد أن الطريقة هذه خطأ، ما في شك. يعني أكيد أن هذا الطريق خطأ، أنك واحد من الطرفين بيجبر الثاني. لكن إحنا نلاحظ في بعض النقاشات اللي تصير أن في واحد من الأطراف يطلع من النقاش، ممكن نسميه خروج، ما نسميه هروب، نسميه خروج. في الخروج من النقاش يختلف عن الهروب. اللي هارب من النقاش هذا خايف، لكن اللي خرج هذا في العادة يكون حكيم. يعني يكون يشوف أن الموضوع ما راح يوصل لنتيجة معينة، فأنا ليش يكون نقاشي مستمر بطريقة غير مفيدة. نسميه تسليك.
ما نسميه الحكيم. 011 عجبتني صراحة ما يحبي 011 5 21 30. هات في البرنامج أكيد ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم. يعني أستاذ فيصل في ناس كثير يقولون أن التسليك يعني هذا يحتاج مهارة جدا عالية أكيد أنه يعطي نتائج جيدة. بس أنا مظلل يعني لما أأيده بطريقة غير مباشرة وحاول أطمنه كلامه هذا هو تضليل مو صحيح. لكن لما أطلع أنا من النقاش أستاذ فيصل إذا ما يتقبل ولا يسمع كلام ولا هو عاجبه كلامه ولا شيء وجهة نظر عاد هو أي هذا وقال وجهة نظر قلنا سام إن شاء الله لكن أني أنا بوصل المرحلة اللي قلتها ذي ده صعبة شوي. في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا ومشاهدينا على هاتف البرنامج 011 5 21 30. والله المفروض اني اطلع فاصل لكن عندي اتصالات. سافس ناخذ اتصالات. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا. كيف الحال فايز؟ حياك الله. عرفني باسمك. معك عمر الجابري. اهلا يا عمر. تفضل يا عمر. كيف تشوف احنا نقدر نختلف مع بعض في ارائنا بدون ما نوصل لمرحلة الخلاف او مرحلة ان زي ما يقولون نتشاد في بعض ونتهاوش مع بعض؟ لا انا والله ابي اخذ منكم الراي اذا ابي استفيد منكم في حاجه ابي صراحه اسالكم عنها. تفضل. ايوه ابي استفيد. لا استشاره مجانيه أنا... من استاذ فيصل الان يعطيك. اي انا صراحه ابي استاذ فيصل يبيني بالشيء ذا. تفضل. تفضل استاذ. ان شاء الله. طبعا انا اخوكم متزوج تقريبا لي سنه. ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. فصار صراحة خلاف بيني وخلاف يا أخي زي ما تقول الرأي يا أخي صراحة أعاني في السمع. يعني الحين أعطي رأي للمرأة يا أخي ما في موافقة في الرأي ما في قبول. والخلاف الخلاف في العادة يكون في أي موضوع؟ موضوع يا أخي مثلا في حاجة في مكان مثلا تبي تروح مكان فهمت علي وانا اقول يا اخي المكان هذا اشوف انه ما هو مناسب لك لا تروح يعني ما هي لازم شوفي الاسبوع الجاي وقت ما تكون انت مرتاحه بحكم ان المراه الحين حامل فتعرف الفتره هذه المشي الكثير مو زين لها توها في بدايه الشهور الاولى. اها. اقول صراحه ما انا افضل انك ما تروحين الفتره هذه فخليها على الفترات الجايه بعدين يعني او الاسبوع الجاي بعد اسبوعين يعني توك ماشي لك اسبوع لك يعني لك يومين طلعتي طيب جايه فاخذي راحه شوي. وش يصير بعدها؟ طيب بعد الموقف هذا وش يصير الموقف؟ طال عمرك اتفاجئ ان البنت بنت الحلال يا اخي يعني اقصد طيب. انا اقصد اللي يصير انه ان يعني نقولها بالعام يعني يمشي كلامك او يمشي لا ما يمشي يكون في عناد في عناد. طيب انت ما تشوف ان عندها الحريه الكافيه او القدره الذهنيه الكافيه يعني تتخذ القرار هذا وتمشي يعني بالعربي ادرى بمصلحه نفسها يعني ايه كيف؟ لا قراراتها ما تاخذ قراراتها شخصيه بنفسها في يعني زي ما تقول الأهل لا يدخلون معها شوي. طيب الأهل يا أخي هم يدخلون معها. هذا موضوع آخر. هذا موضوع ثاني. صحيح. بس موضوع ثاني. بس في بعض الأشياء أنت ممكن تبدي وجهة نظرك تقول أنا والله مثلا أنا أحبك وخايف عليك وأشوف إن هذا الشيء ممكن يتعبك. لكن إذا هي قررت لكن إذا لا بس أستاذ لا تعطيني دقيقة لو تكرمت. لكن إذا هي قررت هي تتحمل قرارها طبعا. تتحمل قرارها وتتحمل قرار اللي بيكون فيما بعد لا قدر الله لو تعبت أو شيء. لكن مو معناته حتى لا قدر لو تعبت انك تتخلى عنها، لا هي ايضا من ضمن مسؤولياتك. لان الحياه في الاصل دائما اذا انا حاب اني اواصل مع انسان لابد اني ابحث عن النقاط المشتركه اللي بيني وبينه. وهنا الذكاء. لكن اذا كنت عارف ان في نقاط معينه اذا اثرتها اثارتي لها راح تزيد المشاكل، هنا مشكله ثانيه. فانت اللي عليك انت في هذا دورك في الوقت الحالي دور موجه لكنه مو مقرر عليها. ما ادري ايش رايك. اتمنى لك الفائده يا رب ان شاء الله. ان شاء الله تكون وصلت وجهه النظر اخوي عمر. وطول بالك. اسعدتنا باتصالك زي ما ذكر استاذ فيصل. المواضيع مثل هذه يحتاج لها طوله بال وما شاء الله عليك يعني انت من حديثك ومن طرحك ومن اتصالك للبرنامج يعني هذا اكيد ينم عن فكر واعي. شكرا لك اخوي عمر وان شاء الله دائما نتمنى لك حياه سليمه
وحياة طيبة إن شاء الله. ناخذ اتصال ثاني. أستاذ فيصل، ألو مرحبا. السلام عليكم. سلام، هلا وسهلا. صباح النور يا هلا ومرحبا أستاذ أحمد الهاشم. محمد الحربي معك. محمد أحمد الهاشم خلص والحين قاعد يفطر. أنا زميلة وهي في الدخيل. ما شاء الله، أنا توني قبل شوي سمعت على هذا وقلت شكله لسه ما انتهى برنامج. لا خلص خلص، هو زميلتنا جمال عبد الله خلصوا. اي ما شاء الله الوقت مر سريع، لان انا قبل شوي سمع عملها بس قلت امديني الحقهم فكلها يعني على قول برنامج. اسعدتنا يعني اكيد تسعدنا في اي وقت يا سيدي. شكرا لك. شكرا اكيد برامجكم متالقه دائما، احنا مشاركين يعني احيانا بكثره واحيانا على حسب الخط اذا كان يعني مشغول. أبد تحت أمرك، ودائما دائما إحنا كل اللي نقدمه في برنامج في برامجنا وفي إذاعة MBCFM يكون لكم أنتم مستمعينا ومشاهدينا. مستمعينا أذكركم برقم الهاتف 011-5111-20-30. طيب، الحاجة المهمة اللي كثير من الناس يمكن يعني إذا سمعونا الآن واقتنعوا بالكلام اللي قاعدين أو بالطرح اللي قاعدين نقوله، أكيد يجي في بالهم فكر كيف إحنا نقدر نعلم أبنائنا ثقافة الاختلاف بألفة. طبعاً ما في شك إن هي مرحلة من مراحل الحياة، إن نعلم جيل كامل وجهات النظر، لابد إني أسمع وجهات نظر الآخرين، قد أستفيد منها، تمثل شخصيتهم، تمثل مبادئهم، تمثل قيمهم العليا دائما. لكن بصراحة أنا ودي بس أستاذ وهيب أني أعلق بس على جزئية مهمة للسؤال اللي سأله الأستاذ اللي قبل شوي اللي كان مع زوجته. من أشكال الخلاف أو أسباب الخلاف أحيانا في الحياة هي تحدث بسبب العطاء. طب شلون واحد شلون يقول أنا أعطي ويصير خلاف؟ نعم. العطاء هذا لابد يكون باحترافية معينة. يعني أنا ما أجي أعطي مثلا زوجتي أو الإنسان اللي أنا أحبه أو صديقي أعطيه شيء أنا أعتقد أنه يحتاجه، لكن في المقابل هو يرفض هذا الشيء أو ما يحب هذا الشيء. والسبب، طب أنا ليش اخترت هذا الشيء تحديدا؟ يعني ليش أنا أخطيت في العطاء؟ لأن في الغالب الناس اللي تعطي كذا هي تعطي مما هي تحتاج. يعني مثلا اذا انا فيصل احتاج التقدير تقدر اعطي الناس تقدير كلهم، او مثلا انا احتاج هذا يخالف القاعده اللي دائما نقول فقد الشيء لا يعطيه. او مثلا انا احتاج مثلا حب فاعطي الناس كلهم، احتاج اهتمام، احتاج اهتمام، احتاج ايه. لكن في المقابل هو عطاء جميل لكنه مو هذا الشيء اللي المطلوب. في المقابل يكون يحتاجه. فانا لما اجي اعطي مثلا واحد امامي نصائح وتوجيهات واعطيه، هو في المقابل هو يشوف انه قادر وفاهم على انه يتجاوز هذا الشيء وانه فاهمه. فايش يصير الخلاف؟ يقول جي الواحد في نفسه يقول شلون انا يعني انا قدمت لك ونصحتك وعطيتك ووجهتك وضيعت، لكن هو ما كان يبغى منك الشيء ذا، كان يبغى منك اشياء ثانيه. يمكن كان يبغى منك مثلا مسانده، كان يبغى منك مثلا تروح معه مكان معين تساعده في توجيه معين. في احيانا بعض الخلافات بسبب عدم معرفتنا ان العطاء فقط، ان العطاء هذا هو ان ما دامني انا اعطيك فالمفترض انك انت تشكرني ولا، ولكن هذا الشيء غير صحيح. فهو فن العطاء. فن. الو مرحبا. مرحبا. يا هلا وسهلا. انا بحي معكم نوره. يا هلا يا هلا وسهلا استاذة نورة. استاذة نورة بس ترفعي لنا صوتك لو سمحتي. هلا بحي معكم نوره. اهلا يا نوره. نوره كيف تشوفين احنا كيف نقدر نختلف، خصوصا احنا في مجتمعنا والان بعد التغيرات الاجتماعيه اللي صايره عندنا او الامور كثيره اللي قاعد تحدث في مجتمعنا بشكل كبير، كيف يكون احنا الخلاف بيننا بس الخلاف يكون بألفة وما يوصل لمراحل العدائيه بعض الاحيان؟ والله يعني انا احس انه لازم نتقبل بعض على بعض، يعني مو لازم انت رايك يمشي علي او انا رايي يمشي عليك، لازم نتقبل اراء بعض. احيانا انت تنظر مواضيع معينه بزاويه معينه وانا نفس الشيء بزاويه اخرى يعني. لكن انا عندي سؤال بالنسبه للاستاذ فيصل قبل شوي يقول بعض النقاشات في فرق بين الهروب والخروج للنقاش، ايش الفرق بينهم؟
يعني انا لما يكون النقاش عقيم وابغى افكها خلاص، طيب وش الفرق بين اني اهرب من النقاش وبين اني اخرج من هذا النقاش؟ تمام استاذ. طبعا استاذ نوره بالضبط الفرق ان الخروج. عندك سؤال ثاني استاذ نوره؟ لا لا بس. شكرا لك وساعتين باتصالك، شكرا لك طال عمرك، شكرا لك. طبعا الفرق ما بين الخروج من النقاش والهروب منه، الخروج من النقاش هو الخروج الحكيم. يعني انا خلاص انا عرفت ان اللي قدامي مثل ما قال قبل الاستاذ وهيب انه هذا الانسان اللي قدامي جاي يفرض رايه، أو النقاش معه راح يوصلنا إلى مو اختلاف بل ممكن يوصلنا إلى خلاف، خلاف يكون خلاف تصادمي لا قدر الله مثلا. لكن الهروب هذا شيء ثاني. الهروب اللي يكون أنا عندي وجهة نظر واضحة وقادر أنا أني أغير من الموضوع لكني هربت لأني خايف، ما عندي الشجاعة الكافية بمواجهة اللي قدامي ومناقشته وعرض فكرته بأدب، وانا عارف ان هذا الشيء ممكن راح يغير في الحدث. وفي البعض استاذ فيصل يكون هنا يعني الفرق ما بين الخروج والفرق ما بين وفي البعض يكون عارف ان وجهه نظره ضعيفه وغير صحيحه وقد توصل مرحله العناد في تصادمه مع الناس الباقين، عشان كذا ما يحب يواجه بشكل كبير بشكل ده. لكن نقطه جدا مهمه اللي ذكرتها صديقة الأخت نورة قبل شوي، واللي ذكرت إحنا كيف إحنا الفرق إننا نطلع من النقاش بشكل سليم، وكيف إحنا نقدر نهرب من النقاش بشكل يمكن ما يكون مجدي ولا يعطي نتائج جيدة. أكيد 011-5-11-20-30 في اتصالات لسه كثير. ألو مرحبا. السلام عليكم. سلام، هلا وسهلا. صباحكم الله بالخير جميعا. بالنور، هلا وسهلا، تعرفنا باسمك. معك أبو سعود اليامي من الرياض. أهلا يا أبو سعود. أبو سعود وجهة نظرك في موضوعنا اليوم. والله بكل أمانة يعني أنا أشوف أن الواحد لازم يكون ذكي في إدارة الحوار، وأنه يتلافى بشكل كبير جدا الوصول إلى عقبة عدم الاتفاق. تمام، هذه أنا أشوف أن هذا شيء ضروري جدا الواحد أنه يستخدمه في أسلوب الحوار مع الطرف الآخر. وأنا أكون يعني صريح معك، أنا دقيق جدا في فهم عقلية المحاور، بحيث أني أفهم إذا هالمحاور هذا إذا أنا أقدر أناقشه أقدر أخذ وعطي معه، بيفهمني وأفهمه، هنا ممكن أني أنا أدخل معه في النقاش وأخذ وعطي معه وأنا مرتاح. طب أبو سعود، أبو سعود كلامك جميل وكلامك منطقي وجدا يعني كل اللي يسمع أكيد يعني 100% راح يأيده، لكن هل احنا عندنا المقدره ان في حاله ما الحوار يصير يعني يحتد لمراحل مره كبيره ان برضو نستحضر هذه الفكره اللي قلتها؟ احيانا يقول لك والله الواحد اذا حمق خلاص ينعمي، ما عاد يجي في بال هذا الكلام اللي نقوله. اكيد فايد، يعني انا اتفق مع الضيف الكريم لما يقول ان الواحد لازم يكون عارف متى يخرج من الحوار بشكل ممتاز وجيد، بحيث انه ما يصل الى مرحله الطرف الثاني يغضب عليه بشكل كبير جدا. صحيح صحيح. يعني انا برضو لي تعليق بسيط جدا على تفضل. الله يزيد فضلك على المتصل اللي اتصل وقال انه يعني زوجته ما اقتنعت. انا ترى يعني عشت نفس الموقف، لكن انا توجهت الى وسيله مقنعه تقنع زوجتي في الامر هذا، وفعلا كانت ترفض وقالت لا انا ابغى اروح وامشي، فقلت خلاص مو مشكله نروح أنا وأنتي للدكتورة ونستشيرها كاستشارة، إذا قالت الدكتورة إنك أنتي عادي تقدر أن تمشين امشي، أنا أمشيك 10 كيلو ما عندي مشكلة، لكن إذا قالت لا تنتبهين للوضع في البداية فلا بد أنك أنت تنتبهين. وفعلا رحنا للدكتورة والدكتورة قالت لا الشهور الأولى وخاصة أن هذا أول حمل لك لازم أنك تنتبهين وتركضين وتخففين من المشي بشكل كبير، بعد الشهرين الأولى أو 3 شهور الأولى ممكن كنت تمشين. هنا اقتنعت. فهذه يعني تجربة أنا ودي أنقلها للأخ المتصل، بحيث أنه ممكن أنه يستخدم الوسائل اللي تقنع زوجته، مش لازم هو يكون المقنع. يعطيكم العافية. واضح شكرا لك أبو سعود. تعليقك أستاذ فيصل على الكلام أبو سعود؟ هو كلامه جميل جدا صراحة، وحط طرف ثالث وخفف شوي. لكن أيضا امتداد الكلام أبو سعود، احنا لو لاحظنا من بداية الحلقة احنا نتكلم على أن الطرف الثاني هو اللي ممكن يكون هجومي، وهو اللي ممكن يكون يعني ممكن الغلط يجي منه، لكن احيانا احنا احيانا حتى
في حوارنا مع أهلنا والناس القريبين منا أو الناس اللي بين ما بيننا وبينهم حدود يعني، فأنا أكون قادر أني مثلا أخذ راحتي في نقاشي. أنا متى أعرف أني بديت أطلع من الطريق؟ إذا بديت أطلق أحكام، بديت أقول والله أنك عفوا على الكلمة أنت ما تفهم، أو أنت ما تعرف مصلحتك، أو أنت والله كل قراراتك وكلامك مو منطقي. أنا إذا بديت أطلق هذه الأحكام حتى لو كانت داخلية، هنا بديت أتعصب، هنا بديت معناته أني بديت أطلع من الطريق. والجميل أن الواحد مو بس يكون تركيزه بس على الآخرين ويقيمهم ويشوف أنهم هم بالفعل هم مثاليين في الحوار والنقاش، لا أيضا أنا لابد أني أنا أنتبه حتى المشاعري ونفسي أثناء حواري مع الناس. وبصراحة في نقطة أيضا ما مستحيل نغفلها، من أسباب اللي هي المشكلة في الخلافات اللي تصير ما بين الناس أو كذا، وخاصة ما بين الأسر أو ما بين الأهل أو ما بين الناس اللي في عملهم أو غيره، اللي هو المسؤولية، اللي هو اختلاف تقديرهم للمسؤولية. في واحد يشوف نفسه أنه في أسرته أنها أهم شيء عنده نفسه، ويروح ويجي وجواله دائم قفلة، وأخوه الثاني لا يشوف أن عنده مسؤوليات عالية ونجواله ما يقفله أبدا، وأنه يشوف أنه ينتظر أي اتصال. فهنا أحيانا تحدث بعض المشاكل، أن تقديرنا للمسؤوليات اللي علينا وإحنا في مكان واحد في مكان تفاعلي واحد هو يحدث الارتباك ما بين الأطراف إذا بدأ النقاش بينهم. في واحد يشوف أن هذا الشيء مو من مسؤولياته أبدا، أو مسؤولية ممكن يتحملها غيره، والثاني يقول لا بالعكس أنت شريك معنا، وأنت أنت 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 مفترض عليك مسؤوليات كثير. ونشوفها في دوامات، في حتى أصدقاء إذا كانوا مجموعة مثلا يسافرون أو جالسين في استراحة معينة أو كذا. فالخلاف دائما يكون ما بين الناس، من ضمنها الاختلاف في تقدير مستوى المسؤولية بينهم. واحد يشوفنها عالية، واحد يشوفنا بالعكس هذه من مسؤوليتي، والثاني ممكن أنه يطنشها بتاتا، يقول هذا أنا ولا يراها شيء أبدا، ولا يراها شيء أبدا. ممتاز. أنا صراحة الأستاذ فيصل عندي اتصالات كثير، والناس كذا كلام متفاعل سواء رسائل البرنامج أو الاتصالات، لكن راح أخذ اتصالات قد ما أقدر. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، تعرفنا باسمك. نير القحطاني. عندي استفسار. تفضل. ايش رايك في الطرف الاخر، طبعا علاقه زوجيه، الطرف الاخر يكون في بدايه زواجك مقتنع بفكره عملك، وبعد الزواج بفتره يبدا يطلع عيوب هذا العمل، او يبدا خلينا نقدر نقول بطريقه مبسطه يطفشك من الشغل، علما انه بزنس خاص، والبزنس الخاص حقك هذا بدأ يكبر. يعني فكيف أقنعها، علما أني حاولت بالنقاشات بالكلام. بس أنت تحاولين تقنعينه، هو مفروض يكون مقتنع من أول أصلا، هو يعني حتى من قبل الزواج كان مقتنع. أيوة هو مقتنع، وكان داعم. كان داعم في بداية الارتباط. بس حسيت بعد الزواج بكم سنة بدأ من الموضوع تغير. ايوه اخذ علما ان الموضوع ما شاء الله تبارك الله المشروع بدا يكبر وصار واضح. واضح اختي منير. يعني واضح اختي منير، يعني كثير من العائله بداوا يشاركوني وكذا، وصار يعني واضح يكبر. واضح الموضوع في تغيير. طيب واضح اختي منير، راح ان شاء الله يجاوبك استاذ فيصل عن الموضوع. بس اذا تسمح لي استاذ فيصل ناخذ اتصال ثاني. تفضل. ونجاوب على السؤالين. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. صباح الخير عليك وعلى ضيفك وعلى المستمعين. هلا وسهلا، حياك الله، تعرفنا باسمك. شدنا اخوك ابو سعود اليامي من المدينه المنوره. اهلا وسهلا، حياك الله. انا شدنا الموضوع، وموضوع ما شاء الله تبارك الله شيق، واشوف ما شاء الله تبارك الله اللي سبقوني اخذوا عني كل شيء. لا انت اكيد لك راي ثاني. اكيد اكيد لي راي ثاني. انا شوف طبعا قبل ما تدخل اي جدل او اي حوار لابد أن تكون واعي لأسلوب الحوار وفن الحوار وأداب الحوار. صحيح. تعرف متى تتكلم، وتعرف متى تنصت، وتعرف متى تنتقد في أثناء الحوار. دائما إذا كان الحوار ومتى مشتد الحوار ودخل فيه النقد، سواء هادم أو نقد فكرة أخرى، اعتبر أن الحوار انتهى.
طبعا دائما كن متقبل، خذ ما يعجبك ودع ما لا يعجبك. واضح. دائما ما تطلع منك احسب حسابها، الكلمه لو طلعت منك اعرف انها مثل طلقه البندق، لو طلعت ما ترجع. صحيح صحيح، واضح ابو سعود. شكرا لك وشكرا لرايك صراحه الجميل. اكيد اضافه لموضوعنا. استاذ فيصل، نجاوب على او تعليقك على حديث الاخت منيره، اختلاف الحديث بعد الارتباط وبعد هذه الامور. طبعا الاخت منيره ذكرت انها قالت انا في بدايه زواجي ما كان زوجي يرفض هذا البزنس او هذا المشروع، لكنها لاحظت بعد سنوات من نجاح هذا المشروع بدا زوجها يغير وجهه نظرها في هذا الموضوع تحديدا، وكانها يعني اللي فهمنا انها كانها يبغى تترك الشغله هذه. طيب احنا خلينا نروح للموضوع بطريقه اعمق شوي. احيانا بعض الناس او احيانا احنا تتغير وجهات نظرنا تجاه شيء حتى وهو ناجح. وش السبب؟ ممكن هذا الشيء تحديدا يضغط عنده نقطة عدم الأمان. شلون يعني عدم الأمان؟ يعني في بعض الوعي الجمعي أو وعي المجتمع يعتقد مثلا بعض الرجال، طبعا بعض عشان ما يزعلون علينا كنا الرجال، إن المرأة كل ما كان عندها دخل عالي أكبر وقدرة مالية أعلى ممكن أنها هي تستغني عن هذا الرجل. فيبدأ هو طبعا هذا التصرفات ما يتصرفها بعقله الواعي المدرك، وإنما يتصرفها بعقله اللاواعي الخايف. لأن هذا النقطة نقطة عدم أمان، بدأ يحس هو في الحالة هذه أنه والله هذه كل ما كبرت ممكن أنها بعد فترة تستغني عني أو تتركني أو ما أو ما تتواصل أو ما يكون وجودنا في بيتنا بهذا الشيء. وهذا اللي يخوف بعض الناس حتى من النجاح. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما ودي أنجح، أو ما ودي مثلا زوجتي توصل لمراتب إدارية عالية، أو يقول له يقول يا أخي إن الفلوس تخوف. لا، هي الفلوس ما تخوف، النجاح ما يخوف، لكن قد يكون خوفهم من نجاح هذا الإنسان إنه يضغط عند نقطة عدم الأمان إنها مثلا تروح تخليه أو تتركه أو كذا. أستاذ فيصل، مضطر أطلع فاصل بسيط وبعدها أكيد راح نرجع نستكمل حديثنا مستمعينا ومشاهدينا. فاصل قصير وراح نرجع نستكمل وبكمل كلامي أيضا أكيد أكيد أكيد. فاصل مستمعينا ونرجع نستكمل حديثنا. جدد حياتك مع وهيب الدخيل. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وشاهدينا في جزءنا الأخير في جدد حياتك. حقيقة صراحة الوقت أخذنا وتحدثنا بشكل مفصل عن الاختلاف بألفة مع الأستاذ فيصل الفرج مدرب حياة. كان عندك تعليق على ما تحدثنا فيه قبل الفاصل، لكن أستاذ فيصل طبعا وقتنا ما عندنا إلا دقيقة بس. تمام. طبعا تكملتنا للأخت منيرة قالت أنه عندها المشكلة هذه في موضوع أنه تغير وجهة نظر زوجها بعد ما زاد دخلها وتحسن المشروع وكذا. طيب النقطة الأولى أنها ضغطت على نقطة الأمان، ممكن أنه بدأ يخاف الآن هو أنها ممكن تروح تخليه أو تتركه أو تتغير علاقتهم بعد ما تتحسن أمورها المالية. طيب وش المفترض أنها هي تسوي؟ لابد أنها الآن في فترة تطمن هذا الرجل أن علاقتنا مستمرة وانت زوجي والمستحيل نتركك، حتى وان المال بالعكس هو داعم لنا وداعم لعيالنا ومسيرتنا في حياتنا. وهذه جدا جدا مهمة. قبل ما نختم، طبعا في أشياء مهمة كثيرة في الحياة قد تحدث خلافات إذا احنا ما فهمنا فيسيولوجية حياتنا. كيف الرجل يتعامل مع المرأة وغيره. طيب الرجل باختصار في حالات الانزعاج أو المشاكل اللي تجيه يحب دائما ينفرد بنفسه ويجلس ويصمت، والمرأة لا، تحب العكس أنها تتكلم وتوين وجهة نظرها. فأنا لازم أعرف أن شريكتي في الحياة إذا جاء عندها مشكلة لازم أسمعها، وهي لازم تعرف أنه يحب يسكت فما روحت ما تروح تكلم ولا يتكلم. المشكلة وين تصير؟ اللي صاروا كلهم زعلانين أو كلهم منزعجين، فيصير هذا يحب يسكت وهذه تبي تكلمه. تخيل شلون تصير مشكلة أكبر. صحيح، الحديث يطول صراحة حول هذا الموضوع. الحديث ممتع معك أستاذ فيصل، شكرا لك، شكرا لحضورك. الله يطول عمرك. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين وكل اللي تابعنا في حلقتنا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد في حلقة جديدة. أتمنى لكم يا رب إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة ولطيفة وتستمتعون فيها بشكل كامل، تقبلوا آراء بعض بدون اختلاف. ألتقيكم أنا في مالها.